السلام عليكم، ازيكم سنة تانية؟ ان شاء الله النهارده هنتكلم عن السكشن الخامس في البارا كلاس ستويدا سب كلاس ستودا. معاكم الدكتورة انجي الاخناوي، مدرس مساعد في قسم المايكرو. زي ما قلنا قبل كده ان كينجدم انيماليا بتنقسم الى حاجتين، سب كينجدم ميتازوا وسب كينجدم بروتوزوا. سب كينجدم بروتوزوا اللي هي يوني سيلولر، دي خدناها في اول سكشنين. اما الميتازوا اللي هي المالتي سيلولر خدناها من اول السكشن الثالث. قلنا ان هي بتنقسم الى حاجتين، البلاتي هيلمينزيت او الفلات وورم اللي هي ديدان مفلطحه، والنيماتي هيلمينزيت او الراوند وورم اللي هي ديدان الاسطوانيه. وقلنا ان البلاتي هيلمينسيس بتنقسم الى تريماتودا وسيستويدا، اما النيماتي هيلمينسيس بتنقسم الى النيماتودا بس. فالتريماتودا خدناها في السكشن الثالث والرابع، والنهارده ان شاء الله هناخد السيستويدا اللي تيب وورم. تيب وورم يعني ايه؟ يعني الديدان الشريطيه. يعني هي ليه اسمها الديدان الشريطيه؟ الجنرال كاركترز بتاعتها اول حاجه ان هي ريبون لايك هيرمافرودايت وورم، زي ما قلنا ان هي ديدان شريطيه، عامله زي الشريط متقسمه، عامله زي الشريط متقسمه كده وطويله. تاني حاجه ان هي هيرمافرودايت، يعني الميل والفيميل سيكشوال اورجانز موجودين في نفس الاورجانيزم، مش الميل لوحده والفيميل لوحده. يبقى اول حاجه ان هي ريبون لايك هيرمافرودايت وورم، ريبون لايك عامله زي الشريط طويله متقسمه، وهيرمافرودايت الميل والفيميل سيكشوال اورجانز ار بريزنت ان ذا سيم اورجانيزم. ان هي ما عندهاش دايجستيف سيستم. طب هي ازاي هتبقى عند تاكل بقى وكده؟ لا، هي هتمتص النيوترينت اللي هو الغذاء المهضوم من السمول انتستين باستخدام التيجمنت او القشره الخارجيه بتاعتها. يبقى هي ما عندهاش دايجستيف سيستم، ولكن بتمتص النيوترينت من القشره الخارجيه، بتمتص النيوترينت بواسطه التيجمنت بتاعتها من الهابيتات بتاعها اللي هو ثالث حاجه المورفولوجي. هلاقي ان هو بينقسم، او اللي هي جسمها بينقسم الى ثلاث حاجات، سكولكس ونيك وستروبيلا. الشكل ده لو شايفين فوق خالص كده، ده فينجر لايك بروجكشن طالع من السكولكس، فده اللي هو الروستيلا. يبقى انا عندي السكولكس ممكن يبقى عنده ايه؟ عنده ثلاث سكرز، هوكس وروستيلا. ممكن يعني مش لازم الثلاثه يبقوا موجودين، هو دايما بيبقى عنده سكرز بس، ممكن يبقى عنده هوكس، ممكن يبقى عنده روستيلا، ممكن ما عندوش هوكس ولا روستيلا، ممكن يبقى عنده هوكس بس وروستيلا، وهكذا على حسب نوع السبيشيز ايه. فانا عندي سكرز لازم معظم الاحيان لازم يبقى موجود، اما الهوكس والستيلا ممكن او ممكن لا، وده هنشوفه على حسب السبيشيز بتاع كل واحد. النك دي الريجيون اللي بعد، اللي بين بقى مين ومين؟ بين الاستروبيلا وبين السكولكس، ودي منها بيطلع منها البروجلوتايتس. يبقى الريجيون فروم ويتش بروجلوتايتس ار بروفيليتد، منها بيطلع البروجلوتايتس او السيجمنتس بتاعت الاستروبيلا. تالت حاجه الاستروبيلا، قلنا ان هي برضو الانواع زي ما قلنا قبل كده، ان انواع السيجمنتس او البروجلوتايدز الموجوده في الاستروبيلا في اماتيور وماتيور وجريفيد. الاماتيور الميل والفيميل جينيتال اورجانز ار نوت ويل ديفلوبد، لسه بدايه. الماتيور اللي قدهم حصل لهم ديفلوبنج وفانكشن بيشتغلوا، الجرافيد حصل لهم خلاص اشتغلوا وخلصوا شغلهم وانتجوا الايج وحصل لهم ريدكشن، يبقى اليوترس از فيلد ويز ايج. يبقى ده الجنرال كاركترز بتاعت السيستودا، ان هي ريبون لايك هيرمافرودايت وورم، ان هي متقسمه الى استروبيلا ونيك وبروجلوت واستروبيلا سكولكس ونيك واستروبيلا، او الاستروبيلا دي بتبقى عباره عن بروجلوتايتس اماتيور وماتيور وجرافيد، وان هي عندها ما عندهاش دايجستيف سيستم ولكن بتمتص النيوترينت من السمول انتستين بالتيجمنت بتاعتها. ده الجنرال كاركترز بتاعت. عن النهارده ان شاء الله هنتكلم عن اتنين جينس، اول واحد التانية بتنقسم ايه يعني، او هنتكلم عن تو سبيشيز فيها، التانية ساجيناتا او البيف تيب وورم، والتانية سوليوم او البورك تيب وورم. التانية ساجيناتا او البيف تيب وورم عشان بتبقى موجوده في الكاتل، فعشان كده سموها البيف تيب وورم. اما السوليوم بتبقى موجوده في البيكس، يعني اللي بياكل بيكس هيجي له سوليوم، اللي بياكل بيف هيجي له ساجيناتا. يعني هي ده اللي هو هي موجوده فين، فعلى اساس هي موجوده فين سموها بيف تيب وورم ولا بورك تيب وورم. ازاي افرق بينهم؟ هفرق بينهم عن طريق حاجتين، السكولكس وال الجرافيت سيجمنت. اول حاجه السكولكس، هما الاثنين عندهم فور سكرز، فدي مش هتستخدم للتفرقه. تاني حاجه ان الساجيناتا ما عندهاش ولا روستيلم ولا هوكس، اما السوليوم عندها روستيلم وعندها هوكس. يبقى الساجيناتا ما عندهاش ولا روستيلم ولا هوكس، السوليوم عندها روستيلم وعندها هوكس. اهو يبقى ده اللي هي ما عندهاش اللون الاسود او الشعر اللي هي ساجيناتا، اما السوليوم عندها الشعر ده. تاني حاجه الجرافيت سيجمنت،
هما الاتنين longer than broader، هما الاتنين طولها أكبر من عرضها. يعني ايه؟ زي المستطيل الواقف، مستطيل الواقف كده يبقى طوله أكبر من عرضه. تاني حاجة ان بس دي برضو ما بتفرقش، لان هما الاتنين ممكن تفرق بين الجينس ده وجينس تاني، لكن هي التفرقة بين السجينات او السوليم لا. ليه؟ لان هما الاتنين longer than broader. لكن ايه اللي يفرق بقى؟ عدد البرانشز بتاعة اليوترس اللي فيها eggs، عدد البرانشز اللي بتاعت اليوترس اللي فيها اكس. هلاقي ان عدد البرانشز في السجيناتا من 15 ل 20، اما في السوليوم من 7 ل 15. يعني ايه؟ احنا قلنا الجرافيت سيجمنت بتتميز بايه؟ ان الميل والفيميل جينيتال اورجانز حصل لهم ريدكشن، وان اللي موجود بس هو اليوترس فيلد ويز اكس. فهنا عندي اليوترس بيبقى عامل زي البرانشز كده، زي الشجر، تفرعات الشجر كده، ولونه فيه سواد، السواد ده اللي هو الاكس. فانا عندي لو لما اللون الاسود يبقى اكتر يبقى عدد البرانشز اكتر، يبقى دي سجيناتا. اللون الاسود اقل، عدد البرانشز اقل، يبقى دي السوليوم. يبقى عشان افرق بين السجيناتا والسوليوم، السجيناتا ما عندهاش هوكس بس ايه؟ عندها عدد برانشز اكتر في الجرافيت سيجمنت. السوليوم عندها هوكس بس عندها عدد برانشز اقل في الجرافيت سيجمنت. يبقى هي كل واحده عندها حاجه وما عندهاش حاجه. السجيناتا ما عندهاش هوكس في السكولكس بس عندها عدد برانشز اكتر في الجرافيت سيجمنت. السوليوم عندها هوكس في السكولكس بتاعها بس عندها عدد برانشز اقل في الجرافيت سيجمنت. ده اللي هو اللايف سايكل. دي ما تهمنيش قوي في العملي، تهمكم في النظري، تسالوا فيها في النظري وبتدرسوها في النظري اكتر بتاع بره، لكن احنا هنا في العملي بعرضها بس ايه؟ علشان نشوف ان هنا ده الادلت اهو، وعندي بيلينج الاكس خلاص، وعندي بقى الكاتل بتاخدها وبتدخل لما بيتاكل بقى الايه الكاتل بيدخل بقى ويروح للسمول انتستم، يبقى الادلت موجود ويحصل بقى ايه لينج الاكس وهكذا. فانا عندي ان هي الكاتل بتاعي هي موجوده في الكاتل، يبقى ده السجيناتا موجوده في او البورك تيب وورم، يعني اللي هي الايه السوليوم. السوليوم بيبقى لما يبقى انجيشن للبيجز كونتامينيتد بايه؟ عندها تنيا سوليوم، اما لما تاكل بيف عندها تنيا سجينات يبقى ده البيف تيبورم. فهي كل واحده بتبقى موجوده في نوع، السجينات موجوده في الكاتل، اما السوليوم موجوده في البيجز او البورك او السواين. بالنسبه بقى للاج، احنا قلنا عشان افرق بين السجينات والسوليوم بفرق باستخدام حاجتين، اللي هي السكولكس ان السجينات ما عندهاش هوكس اما السوليوم عندها هوكس. ثاني حاجه الجرافيت سيجمنت، ان السجينات عدد اللاترال برانشز فيها اكتر فاللون الاسود فيها اكتر، اما السوليوم عدد اللاترال برانشز اقل فاللون الاسود فيها اقل. تاني حاجه يبقى دول الحاجتين اللي انا بفرق بين السجيناتا والسوليوم. امال ايه بقى الايج؟ الايج ما بستخدمهاش التفريق عشان هما الاثنين لهم نفس شكل الايج، اللي هو عامل ازاي بقى؟ ان هي الايج مدوره لونها براون وعندها سيك ستريتد شيل. الشيل اللي هي الطبقه الخارجيه دي بتبقى سيك وبتبقى مخططه سيك ستريتد، وجوه في الهيكس كانس امبريو. يبقى اللي هو السيك سترايتد شيل، الشيل بتبقى مخططه وبتبقى سيك. يبقى انا عندي الايج بتاع التانية نوت يوزد ان ديفرنشيشن بتوين سجينات اند سوليوم. ليه؟ لان هما الاثنين لهم نفس الايج. اللي استخدموا التفريق بين السجينات والسوليوم حاجتين، السكولكس لان السجينات ما عندهاش هوكس السوليوم عندها هوكس. ثاني حاجه الجرافيت سيجمنت، ان السجينات عندها لاترال برانشز اكتر السوليوم ما عندهاش. الايج ما استخدمناهاش للتفرقه. ليه؟ لان هما الاثنين لهم عندهم نفس شكل الايج اللي هي بتبقى براون راوند وعندها سيك سترايتد شيل، الشيل الطبقه الخارجيه بتاعتها بتبقى مخططه. البروجيكتور سلايدز عندي، اول حاجه السكولكس بتاع التنيا تنيا سوليوم تنيا سجيناتا، السكولكس بتاع التنيا سجيناتا قلنا هنا مفيش هوكس، يبقى انا السجيناتا ما عندهاش هوكس. السوليوم عندها هوكس، يبقى لقيت هوكس يبقى ايه؟ يبقى سوليوم، ما لقيتش هوكس. تاني حاجه الجرافيت سيجمنت، هي المفروض الصوره بس ايه نايمه، لكن هي المفروض ان احنا البروجلوتايد دي او السيجمنت دي بتبقى ايه مستطيل واقف طولها اكبر من عرضها. هلاقي ابص على لاترال برانشز، لقيت ان اللون الاسود كتير يبقى ده ايه سجينات، لقيت اللون الاسود اقل يبقى دي مين؟ السوري. بعد كده الايك ان هي بتبقى ايه لهم هما الاثنين تانية بصفة عامة، ما بقوش سجينات ولا سوري، من انا مش هعرف افرق استخدمها للتفرقة، بتبقى راوند بتبقى براون بتبقى عندها هيكس عندها سيكس مغطيه الهيكس. تاني حاجه بعد كده الميكروسكوبيكال سلايدز عندي خمسه، هتكلم عن واحده واحده. التانية سجيناتا سكولكس ان هي ما عندهاش هوكس، يبقى المميز فيها ان هي ما عندهاش. التانية سوليوم سكولكس المميز فيها ان هي عندها هوكس، الشعر الاسود ده اللي في النص ده التانية جرافيت سيجمنت ان هي المميز فيها ان هي
يعني عرفت منين ان هي اول حاجه تانية سيجمنت ان هي طولها اكبر من عرضها؟ طب عرفت منين ان هي جرافيت ان مفيش في ميل وفي ميل جنتال اورجانز وكلها برانشز اهي مليانه اكس؟ طب عرفت منين ان هي مش لازم بقى هنا اقول هي بتاعت السجنات ولا السوليم، هنقول ان هي بصفه عامه تانية جرافيت سيجمنت، يبقى ما عندهاش ميل وفي ميل جنتال اورجانز ان هي مليانه برانشز فيها اج، يبقى دي جرافيت وطولها اكبر من عرضها، يبقى دي بتاعت التانية. التانية ايه قلنا ان هي لونها بني براون ومدوره ولها هيك سيك سترويد شيل، الشيل بتاعتها الطبقه الخارجيه بتاعتها تخينه ومخططه. بعد كده الجار كونتيننج تينيا سبيشيز، فاكرين الجار اللي احنا شفناه في التريماتودا اللي هو كان فيها الفاشيوله؟ جار كان جار كده وفيه فورمالين فيه الفاشيوله، هنا نفس الكلام برضو، بلاقي ان ايه جار كده فيه فورمالين وحبل طويل قوي نفس اللون ده كده لونه بيج ومتقسم، فده اللي هو جار كونتيننج تينيا سبيشيز، بتبقى ريبل لايك، بتبقى اسمها تيب ورم عشان هي متقسمه. بعد كده تاني حاجة الجينس، تاني جينس هو الهايمينوليبس، تاني جينس هو هايمينوليبس، يبقى احنا خدنا أول جينس اللي هي التانية، تاني جينس ده بيتقسم لحاجة أو في نوعين من السبيشيز، هايمينوليبس نانا والهايمينوليبس ديمينيوتا، هايمينوليبس نانا أو الدوارف تيب وورم، هايمينوليبس ديمينيوتا أو الراد تيب وورم، يبقى النانا أو الدوارف تيب وورم، دوارف تيب وورم ليه؟ لأنها من أقصر التيب وورم يعني دوارف قزمة، أما الهايمينوليبس ديمينيوتا لأنها اسمها الراد تيب وورم لأنها بتبقى موجودة في الراد، بتتنقل عن طريق الراد. وبرده اللايف سايكل والكلام ده كله هنتكلم، هتشوفوه في النظري، احنا هنا في العملي بنتكلم عن اكتر عن الحاجات اللي احنا هنشوفها تحت في البروجيكتور سلايدز والميكروسكوب سلايدز. ازاي بفرق؟ لو فاكرين احنا هنا في التانية كنت بفرق بين السجينات والسوليم بكام حاجه؟ بحاجتين، اول حاجه السكولكس ان هو السجينات ما كانش عندها هوكس، السوليوم كان عندها هوكس، تاني حاجه بالجرافيت سيجمنت ان اللاترال برانشز في السجينات كان فيها بتبقى اكتر، اما في السوليوم بتبقى اقل، يبقى واحد عن كل واحد عنده حاجه، السجينات ما عندهاش هوكس بس عندها لاترال برانشز اكتر، السوليوم عندها هوكس بس عندها لاترال برانشز اقل. وقلنا ان الاجم ما بتفرقش، هنا بقى في الهايمنريبس نانا والديميوتا افرق ازاي؟ هفرق بحاجتين، اول حاجه الماتيور سيجمنت هما الاثنين برودرز اند لونجر، يعني لو نفتكر في الثانيه كانت لونجر زي برودر المستطيل واقف لونج، كانت لونجر زان برودر في التانية، اما في الهايمينوليبس هما الاثنين نانا ودمينيوتا برودر زان لونجر، هما الاثنين برودر زان لونجر، عرضها اكبر من طولها، مستطيل نايم زي اللي احنا شايفينه قدامنا ده اللي هو بالبينك والاصفر ده، كانه اللي هو الايه السيجمنتس بتاعتي بتبقى مستطيل نايم، طول عرضها اكبر من طولها. طب بس هما الاثنين فيهم كده ما يوصلناش التفريق، ايه اللي بيفرق بقى في الماتيور سيجمنت؟ حاول الماتيور سيجمنت اصلا فيها ايه؟ فيها الاوفري والتستس ار ويل ديفلوبد اند فانكشن، يعني انا هشوف فيها الاوفري والتستس، هنا هلاقي ان الهايمنوريبس نانا ان عندها هما الاثنين عندهم 3 تستس 3 تستس، في الهايمنوريبس نانا هلاقي 3 تستس ار بريزنت ان ذا ميدل، هما الثلاثه كده مرصوصين في الميدل، يبقى الرصه بتاعت 3 تستس هي اللي بتفرق بين النانا والديمنيوتا، النانا 3 تستس بتبقى موجودين في النص، اما في الديمنيوتا بيبقى 2 في ناحيه واحد في ناحيه، يعني اللي هو الاكس ده اللي هو الاوفري، يعني احنا لو بصينا على المستطيلين اللي تحت دول المستطيل الاصفر والمستطيل البينك، بالنسبه للمستطيل الاصفر دي اللي هي مين؟ اللي هي الماتيور سيجمنت اللي هي عرضها اكبر من طولها، وهلاقي في الاكس ده الاوفري والدواير دي تيستس، فعندي اللي هي الثلاث دواير دول المرصوصين في النص دول، يبقى ده مين؟ يبقى وقدامهم الاوفري يبقى دي النانا، لكن لو اتنين في ناحيه وواحد في ناحيه وفاصلهم الاوفري يبقى ده الدمنيوتا، يبقى عشان افرق بين النانا والدمنيوتا بفرق بوضع التيستس، لو الثلاثه في النص وقدامهم الاوفري يبقى النانا، لا اتنين في ناحيه من تستس واحده في ناحيه وفاصل بينهم الاوفري يبقى ده الديمينيوت، يبقى الماتيور سيجمنت الرصه بتاعت التستس هي بتفرق بين النانا والديمينيوت. طيب احنا قلنا ان انا عشان افرق بين النانا والديمينيوتا في حاجتين، اول حاجه الماتيور سيجمنت، قلنا الماتيور سيجمنت الرصه بتاعت 3 تستس بتفرق بين النانا والديمينيوتا، ثاني حاجه الايج، الايج بتفرق بينهم ان الهيمنوليبس نانا عندها بولار فيلمنت اما الديمينيوتا ما عندهاش بولار فيلمنت، شوف يعني ايه بولار فيلمنت دي اهو، شيء اللي هو الايه النانا عندها زي شعر كده في الاطراف بتاعه الايج، وعند كل بول من الايج هلاقي زي شعر كده، فدي اللي هي البولار فيلامنت، اما الهايمنوليبس ديمينيوتا ما عندهاش البولار فيلامنت دي، يبقى دلوقتي انا عشان افرق بين النانا هايمنوليبس نانا والهايمنوليبس ديمينيوتا بفرق باستخدام حاجتين، الماتيور سيجمنت والايج، الايج ان هي النانا عندها بولار فيلامنت اما ديمينيوتا ما عندهاش بولار فيلامنت، الماتيور سيجمنت الرصه بتاعت الثري تيستس لو هما الثلاثه جنب بعض يبقى النانا، لو اتنين مفصولين في ناحيه واحده في ناحيه يبقى دي ديمينيوتا. اول حاجه عندي الهيمنوليبس نانا ايج اهي بتبقى راوند ما فيهاش الشيل، خلي بالنا ان هي مش استرايت،
يعني لو نفتكر في التانية كان الشيل سترايتد مخططة، لكن هنا مش سترايت، ان سترايتد شيل، وعندها بولر فيلامنت ات اتش بول، هنا ما عندها برضو ان هي مدورة وان هي ان سترايتد شيل وما عندهاش بولر فيلامنت. تاني حاجة بقى بعد كده المايكروسكوبيك هشوف اللي هي الادلت وورم بتاع النانا والديمنيوتا، الادلت وورم بتاعت النانا هلاقي ان هي متقسمة الى سيجمنتس، متقسمة لسيجمنتس، السيجمنتس دي عرضها اكبر من دول. لو تفتكر انا قلت عن هوميونيوس نانا ان هي دوارف تيب وورم، هي قصيرة، يعني معظم السيستويدا الورم بتاع السيستويدا بتبقى ما اقدرش ان انا اشوفها كلها كده في الميكروسكوب، بشوف جزء منها، لكن ان انا بشوفها كلها ان هي قزم اصلا فبشوفها كلها تحت الميكروسكوب، وبتبقى متقسمة الى سيجمنتس عرضها اكبر من طولها، برودر ذان لونجر سيجمنتس او بروجلوتايز. يبقى الهيمونيوليبس نانا ادلت وورم لو بصيت لو دققت هلاقي ان هي الورم كلها قدامي ومتقسمه الى سيجمنتس، السيجمنتس دي عرضها اكبر من طولها، يعني زي المستطيل النايم اللي هي برودر ذان لونجر. تاني حاجه الهيمونيوليبس ديمينيوتا ماتيور سيجمنت، هلاقي اول حاجه انا عرفت منين ان هي دي السيجمنت دي بتاعت الهيمونيوليبس ديمينيوتا ان هي متقسمه الى سيجمنتس، السيجمنتس دي عرضها اكبر من طولها، يعني زي المستطيل النايم. عرفت منين ان هي الماتيور ان هي ما فيهاش برانشز، هي فيها دواير كده، الدواير دي اللي هي تستس واللي في النص الباهت شويه ده الاوفري، هلاقي اتنين في ناحيه وواحد في ناحيه، اتنين في ناحيه وواحد في ناحيه، فده اللي هو مين؟ يبقى ديمنيوتا. لو كانت التلاته كان بعض يبقى دوت ايه؟ كانت هتبقى النان، لكن ديمنيوتا الهيمونيوليبس ديمنيوتا ماتيور سيجمنت هلاقي ان التستس اتنين في ناحيه وواحد في ناحيه. فيبقى النهارده ان شاء الله النهارده اتكلمنا عن السيستويدا بلس سب كلاس السيستودا، وكان هي الجنرال كاركترز بتاعتها ان هي ريبون لايك هيرمافرودايت وورم، وان هي ما عندهاش ديجستيف سيستم ولكن بتمتص النيوترون عن طريق التيجمنت بتاعتها، وان هي بتنقسم الى سكولكس ونيكوستروبيلا. الاستروبيلا دي فيها ثلاث انواع، اماتيور وماتيور وكرافت. بعد كده اتكلمنا عن اثنين سبيشيز اللي هما التانيا والهايمنوليبس. التانية قلنا فيها اتنين جينات، سوري، التانية والهيمونوليبس. بالنسبة للتانية قلنا فيها اتنين سبيشيز سجيناتا وسوليم، افرق بينهم بحاجتين. اول حاجة عندي السكولكس ان السجيناتا ما فيهاش هوكس، السوليم فيها هوكس. تاني حاجة الجرافيت سيجمنت ان السجيناتا عندها لاترال برانشز اكتر من السوليم. تاني حاجة الجينوس التاني اتكلمنا عنه اللي هو الهيمونوليبس في النانا والديمنيوتا، بفرق بينهم ازاي؟ باستخدام حاجتين برضو. اول حاجة عندي اللي هي الماتيور سيجمنت ان راسة التستس لو التلاتة في النص بتبقى النانا، لكن اتنين في ناحيه واحد في ناحيه زي الصوره اللي احنا شايفينها قدامنا دي بقى ديمنيوتا. تاني حاجه بفرق بينهم برضو باستخدام الايج، ان هي واحده عندها بولر فيلامنت وواحده ما عندهاش، لكن الايج في التانيه ما كانتش بتستخدم للتفرقه. ده كده السكشن بتاع النهارده.